أعلن وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي عن بدء النشاط التدريبي لكرة القدم من 20 يونيو، كما أعلن إتاحة بدء المنافسات الرسمية لأنشطة كرة القدم في 25 من يوليو. النهارده تابعنا أحد مراكز الشباب بشكل أو آخر، فبالتالي في تعليمات إلى مديري مديريات الشباب والرياضة في كل محافظات مصر بمتابعة وتتبع هذه الإجراءات عند الفتح. الفترة اللي فاتت إحنا عملنا أكتر من حملة للتطهير، وحضراتكم كنتم متابعين فيها في مراكز الشباب، اللي هيسري على كل المنشآت، هيسري على أدائنا في مراكز الشباب مصر، لأن إحنا بنقول عودة متدرجة للنشاط. إن شاء الله يعني ربنا يحمي كل المصريين. أي خطة فيها درجة من المرونة، لو في يعني أي حاجة يعني قدامنا أكيد لجنة الأزمات وأكيد الحكومة المصرية هتتدخل بسرعة.